كوكيز جوزي الهند لمريض السكر لكيتو دايت، بنجيب 2 بياض بيض وبنخفقهم جيد لمدة 4 دقائق. بديل السكر، الكمية والنوع هو اختياري حسب نظامكم الغذائي. هيك أصبح جاهزين، نوضع كوب جوزي الهند وبنقلب من الأسفل للأعلى، ممكن نوضع فانيلا أيضا، نوضعهم على ورق زبدة، بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل، الحرارة 150 درجة مئوية، في الرف الأوسط بياخدوا 25 دقيقة. هيك أصبحوا جاهزين. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.